طيب تعالوا بقى نعمل المكرونه اللي بالبيستو صوص، وممكن تضيفوا لها شويه كريمه او شويه ميه سخنه. ممكن تعملوها بالطريقه الاساسيه اللي هي بالصنوبر، وممكن تعملوها بعين الجمل زي ما احنا هنعملها، تغيير في الطعم وكمان علشان التكلفه. يلا تعالوا بقى نشوف المقادير. المقادير عباره عن مكرونه فيونكه مسلوقه، جبنه بارميجان مبشوره، ريحان طازه، عين جمل محمص، زيت زيتون، ثوم مفروم، كريمه، ملح وفلفل. طبعا المكرونه الفيونكه ممكن تبقى اي حاجه تانية، الكريمه ممكن تبقى شويه ميه سخنه، وزي ما قلت لكم طبعا عين الجمل ممكن يبقى صنوبر. طيب يعني اتمنى ان الكبه توصل معايا هنا. ماشي مش بطال. ممكن انا اتصرف كده عشان عايزه ايه احط كل المكونات في الكبه. جبنه بارميجان، ريحان طازه، ممكن يبقى جرجير، ممكن يبقى اي حاجه تانية، ممكن تحطوا معاه سبانخ، عين جمل، ثوم مفروم. اقفل اشغل الاجتهاد. حلو برضو يا اولاد. وابتدي انزل زيت الزيتون من الفتحه بتاعه الكبه. حطينا زيت الزيتون، التقليبه دي التقليبه الاخيره. طبعا اقدر هنا افضل انزل في زيت زيتون لحد ما ده يبقى ناعم خالص خالص، بس انا شخصيا احب احس بالقرشه بتاعه العين الجمل، ما احسش ان هو صوص ما فيهوش مكسرات، والا يبقى خساره المكسرات اللي اتحطت. على النار هحط شويه من اللبن او الميه او الكريمه، دي كريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي بس سخنه شويه زياده، فاخاف الكريمه تتلسع، فخلينا ننزل الاول المكرونه نهدي بيها الحراره شويه، وبعدين نقوم منزلين الكريمه. صح كده، لازم نتحكم في ادواتنا ونتحكم في حرارتنا كويس جدا، ودي يعني نص شطاره الشخص اللي واقف في المطبخ انه يتحكم في درجه الحراره الحاجات اللي هو بيتعامل بيها، سواء ادوات او الاكل نفسه، تفرق جامد جدا جدا في النتيجة النهائية. واخد البيستو اللي احنا عملناه طازة في البيت وطعمه لا يقارن بتاع برة خالص يا جماعة، خالص بجد طعمه وريحته احلى. نعم ناخد طبق التقديم، ودي خلاص كده يا دوبك خلاص سخنت. بسم الله. برضو الوصفة بتاعة البيستو طبعا تقدروا تشيلوا البيستو بعد كده في برطمانات تكون معقمه وتتشال في التلاجه، وممكن كمان الوصفه بتاعت البيستو تتعمل على البارد وتتاكل بارده زي السلطه، مفيش اي مشكله خالص.